هذا من رحمة الله جل وعلا أنه يحفظ أعمال عباده. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ما يضيع أجرك. طيب، يعني واضح إذا حفظ الله أعمالك ما ضاعت حسناتك، سجلت كلها، قيدت كلها، ما يضيع شيء من حقوقك. لكن أيضا إذا سجلت سيئاتك أيضا هذا فيه من آثار رحمة الله ولا لا؟ حسناتك طيب والسيئات. سأضرب لكم مثلا، لو أن الشخص عليه حقوق وديون وكذا، إذا ما قيدها ما حفظها، ربما سدد مرتين ثالث لشخص واحد، يخسر ولا ما يخسر؟ صح، ربما زاد، ربما نقص، ربما نسى، فلا بد من تقييد عشان ما يخطئ. طيب لو كنت أنت قد وكل لك الأمر تكتب حسناتك وسيئاتك، لشق عليك ذلك كثيرا. أما الحسنات فستفوتك ما شاء الله، أعمال قلوبها كيف تقيدها؟ كل ما سبحت تسبيح طلعت قلم كتبت، كل ما قضت خطوة المسجد كم سجلت، يتضيع أعمالك حينئذ. لكن ربنا جل وعلا حفيظ، حتى أنه جل وعلا وكل ملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وكل صغير وكبير مستطر، كله مسجل، كله مقيد، اللي لك واللي عليك. حتى اللي عليك من رحمة الله نقيد حتى ما تخطب الحساب، انتبهتم؟ فهذا من حفظ الله عز وجل، أنه يكتب أعمال العباد، أقوالهم، أفعالهم، حتى أعمال القلوب، كونك تحب، تبغض، تخشع، تخاف، ترهب، ترجو، هذا أعمال القلوب أيضا، هذا كله مقيد، كله محفوظ من آثار اسمه جل وعلا الحفيظ.